اهم حاجه في الغرقانه ايه بقى؟ انك حضرتك بعد ما تصلي خالص وتستريحي، وانت بتستريحي كده خالص، من بكره ان شاء الله هتتفرجي على ايه؟ بطلوع الروح. انا مستنيه بطلوع الروح ده جامد على فارغ الصبر. تاكلي واحده من الغرقانه دي، دخلها الميكرويف 4 دقايق عشان دي الكريمه اللي جوه القشطه البلدي قدامك. القشطه البلدي تسيح واللبن المكثف يسيح والمكسرات، وعندك بسكوت لوتس حطي، ما عندكيش، ما فيش اي مشكله. طب انا دلوقتي يعني بجد شوف حسن، يعني اما بشوف كده الاكل الحلو ده اصلا مودي بيختلف، ما بالك بقى لو كلته ودقته اعمل ايه؟ ان شاء الله تستمتعي بيه النهارده بعد الفطار. ما تعمل لنا حلقه على المغرب وناكل. صح، هو بيني وبينك عذاب. لازم. وبيني وبينك انا حاسس بعذاب. نعمل حلقه وقت المغرب. اصل انت بتمثلي الست اللي بتتفرج عليها دلوقتي. انت متعذبه كده، متعذبه في البيت. اكيد هي متعذبه. بالظبط كده. لا احنا عايزين بقى التلفزيون الواقع، ناكل بقى على الهوا وتعمل لنا الحلقه. فطار ولا سحور؟ فطار. فطار من عندي قبل عندي. حلقه وقت المغرب نفسه. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. وناكل ونقعد ناكل مع بعض. ونعزم ضيوفنا. ومشاهدينا طبعا يكلمونا وييجوا ياكلوا معانا، ينوروا. يا سلام. عملت رز حبه وحبه وعملت سبرينج رول وعملت الايه؟ الغرقانه وعملت ورقه اللحمه بالصدق وعملت شوربه البصل والتركات والحركات عندنا مع السموسي. وما تنسيش تعملي كمان بصوا بقى العصير السموثي ده، عشان حطينا له اسانس نعناع بقلون كده. بقلون الجميل ده كده تستمتعي بيه. وزودي التلج، كل ما زودي التلج بتنملي الدماغ. انا عايزه انمل الدماغ. تنملي الدماغ. انا محتاجه انمل الدماغ. تصدق احط تلج كتير؟ تلج كتير، بس الجهاز بتاعك بيكسر تلج. ده اللي هينملي الدماغ. ده على طول تاخدي منه شويه قبل الفطار، وبعد ما تفطري خدي الباقي.